تعالوا نتجول في كتارة ومهرجان المحامل، بعطيكم كذي على السريع ايش الفعاليات اللي موجودة في كتارة وفي مهرجان المحامل. طبعا هذا المكان يعتبر من افضل الاماكن للناس اللي يحبوا التراث العادات التقاليد يجوا لكتارة ولمهرجان المحامل. تعالوا معي. وهذا كل مهرجان المحامل، هذا كله مبني من سعف النخيل من الخوص. شوف العالم والزحمة الناس، يعني كل من أرادوا أن يتعرفوا على العادات والتقاليد والتراث في هذا المكان. هني المعرض اليمني، مشاركة أهل اليمن من خلال هذا المعرض بفنونهم بعاداتهم بتقاليدهم وبحضارتهم. نأخذ جولة في مشاركة سلطنة عمان في مهرجان المحامل بكتارة بدولة قطر. إيش مشاركين العمانيين؟ تعالوا معي. هذا هو الجناح العماني أو الركن العماني المشارك في مهرجان المحامل. أخ زكريا البلوشي مشارك في صناعة الخشبيات وصناعة أيضا السفن التقليدية، وهو من ولاية أصحار، وهذا الشغل كله يعرضونه لزوار هذا المهرجان. حضارة عمان الممتدة لآلاف السنين تتمثل من خلال هذا المعرض المصغر لأخونا عبد اللطيف الأنصاري، يعني القطع النادرة لعمان قديما من خلال هذا المتحف المصغر. الزوار من كل دول العالم أيوا ينبهروا من هذا القطع، القطع النادرة، فيسألوا، ومن خلال إجابة الأخ عبد اللطيف بيتعرفوا على حضارة عمان الممتدة لآلاف السنين. شكرا لك يا أخي. العفو، الله يسلمك، جزاك الله خير. قبل الكهرباء والزمان أول كيف كانوا الناس يأكلوا خبز يتعرفوا عليه من خلال وجود الوالد الله يسعدك. من أي ولاية؟ أصحار. والنعم، وهني أيضا المحار وليم، أيضا معرض عن حياة أهل البحر في هذا المكان، وأيضا اللولو ودانا. أحمد بن مسلم بن صالح العلوي، بيت النوخذة والنواخذة. أبوي كيف حالك؟ طيب الحمد لله. مشاركين هني في إيش خبرني؟ مشاركين طبعا صناعة السفن. جميل. تراثية وبعض المجسمات يعني. وتعرفوا الناس؟ تعرفوا الناس عن على عن التاريخ البحري. التاريخ البحري لمدينة صور. الله. عمان عامة. ما شاء الله. وعاملين بعض النماذج مثل هذه النماذج. يا شاء الله، ما شاء الله. يعني اعملوا هذه النماذج الخاصة، شوفوا هذا البيت العماني وهذه السفن العمانية بأنواعها. الزوار اللي يجوا العالم اللي تشوفوهم يتعرفوا على أنواع السفن العمانية اللي خاضت البحار واللي سافروا فيها أجدادنا، بالإضافة أيضا للتحف الأخرى. هذه الباب الأبواب النوافذ الصورية العمانية، شوفوا يا سلام، من خلال هذا المتحف. أبوي فقط تعرضوا؟ والله احنا هنا جايين نعرض ونعطي نبذة عن تاريخنا البحري او التراثي بشتى انواعه، ونعرف الناس بحضارتنا، خاصة الناس القرب او الزوار اللي زايرين يتعرفوا على تاريخ عمان البحري. عمان البحري. الله الله يعطيكم العافية. تاريخنا ما فقط بصنع السفن لا وتعرضوها، وانما ايضا بينما نحن نشرح ونقابل ونعمل مقابلات تدعوهم يتشوقوا الناس انهم يزوروا صور. نعم نعم نعم. الله يحفظكم يا رب. المصانع الشهيرة في سلطنة عمان بولاية صور، مصنع جمعة ودحسون العريمي لصناعة السفن التقليدية، وذي المصنع موجود اليوم نذي في ولاية صور. كيف الحال؟ خبرنا عن مشاركتكم وعن تاريخ هذه المصنع. والله مشاركتنا بنماذج من السفن. جميل. ونماذج من الأبواب ونماذج من أجزاء السفن. هل الناس يتشوقوا أنهم يروحوا يزوروا المصنع؟ 100%. جميل. أقدم سفينة صنعت في المصنع؟ أقدم سفينة قبل السبعينات. قبل السبعين. ما شاء الله. الله يعطيكم الصحة والعافية. وهذه 200 بتجهز هني بقطر؟ جاهزة. نعم. هذه جاهزة. تكملوها هني يومياً؟ الأخ طارق الفيلكاوي من دولة الكويت، لقيته قاعد في هذه الركن عند مصنع جمعة ودحسون، وسمعت أن في علاقة
بينك وبين أهل صور وهالعمان؟ أول شيء مو أنا علاقتي، هذه علاقة أزلية بين نواخذة الكويت ونواخذة صور. الله. في ذاك الزمان أيام الخشب كان أشهر ناس في البحر وسلاطين البحر اللي هم العمانيين واللي هم أهل صور. الله. يلتقون مع الكويتيين في البنادر في السواحل وفي الهند، وكان الكويتيين ما يسولفون لنا شيابنا الأولين إلا على الأغناج العمانية والسنابيك الصورية. الله. أشهر سنابيك موجودة يمكن في المنطقة، وكانوا هم سلاطين البحر، الكويتيين يمشون معاهم من بندر إلى بندر. الله أكبر وعليك السلام. هذه العلاقة أزلية، واليوم أنا في يمكن خلصنا؟ لا بعد ما خلصنا، بعد شوي نكمل الفعاليات ونروح للشباب. بريكم الشباب والفعاليات والركن العماني المميز حقيقة. تعالوا معي. هذا ظهر السلحفاة، وهذا المتحف أيضا آخر عماني. هذا الزيجرة، المناديس، صناعة المناديس. السلام عليكم، حياكم الله. حاضر. وعندنا اللبان العماني، كيف حالك؟ حياك الله. خبرنا عن مشاركتك. بارك الله فيكم. شاركت السنة الرابعة على التوالي بمهرجان كتارة. أنا صاحب طبعا معرض بحري، قسم من المتحف اللي موجود في صحار. ما شاء الله. أهم ما موجود في المتحف؟ المتحف طبعا كله بحري، متحف بحري، كل حياته البحر. كل حياته البحر. الله يعطيك العافية. بارك الله فيك. اسم؟ حمود العمراني، صاحب متحف أمجاد عمان. أيضا هني صناعة السعفيات مع الوالد. وجب حالك؟ الله يحفظك يا رب. شوف صناعة السعفيات، اللبان، وايضا الجاشع، وشغل اللوم يابس كله، والسحناء، والسحناء ايضا حاضره ان شاء الله. شوفوا يا جماعه الخير، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تعال الان وانتظروا وشوفوا الان اللي موجود من بحر عمان في دوله قطر. الان مثل ما تطلعوا هذه هنا عندنا، هي هذه القواقع محار، طبعا هذه ايضا قواقع محار، هذه نجمه البحر، هذه اصداف وصديفي، زين. هذا عندنا الدياين اللي هي مال الغوص، هذيك حير مال الغوص، هذه عندنا هنا بشتخته مال الغواص، بشتخته مال الغواص اللي هي بشتخته الطواش، ايضا هذا بشتخته الطواش، هذه اللي هي الهواري اللي هي مال التجديف، هذه اللي هو القرع الذي كان يستعمل في الماضي للبدل في اللين وبدل البويات، الان يستعمل كزينة، ولا كان في الأول استعمل هذا بدل ما يكون، أول كان ما في بوه ولا في بويات، استعمل القرع هذا عند ما يقفشف وعدل يكون بدل البويات. حياك الله أبو حمد. طبعا ركزنا احنا في هذا الركن عن كل ما يتعلق بالملاحة البحرية العمانية طبعا، فحطينا جميع المراسلات والطوابع والعملات النقدية والخرائط الملاحية. طبعا هذه الخارطة من أقدم الخرائط الموجودة حاليا في كتارة، تعود عام 1890، من ضمنها الرحمانيات الموجودة والعملات القديمة جدا يعني. يعطيكم العافية. الله يعافيك يا ابو. مع تاريخ عمان البحري اللي شفتوه وشغل هالعمان في صناعة السفن التقليدية والتاريخ البحري الممتد لآلاف السنين، أيضا الفنون الشعبية العمانية والفنون البحرية العمانية حاضرة من خلال مهرجان كتارة ومهرجان المحامل التقليدية. خلونا نستمتع مع الفنون العمانية التقليدية. معانا الوالد محمد بن سيف البلوشي، ابويه
اشوف هسوسه هني هسوسه. هذا عندنا طال عمرك عرض معرض مالح. مالح الاسماك المجففه. ما شاء الله. هذه ايش؟ هذه عيفه. عيفه؟ اي نعم. زين وذي؟ هذه سهوه. سهوه؟ نعم. الناس تعرضون ولا تخبرون الناس كيف؟ تخبر الناس الذي يجي الاولاد هذيلا واللي ما يفهم ويبى استفسار نخبره كيفيه صنعته تيبيسه وكيفيه حتى طباخه. بعد؟ اي نعم خبره. شوفوا يا جماعه نعم. هذا كله هنا عندكم اسماك كلها اسماك مجففه انواع الاسماك. ايضا الناس يتعرفوا كيف الصيد من يجيبوه يجففوه ومن ثم ايضا يطبخوه كذلك ويصير كوجبه عمانيه. غزل ابوي كيف حالك؟ الحمد لله. عرفني باسمك. حميد بن علي بن خميس المقبالي. ابى اعرف انتوا ايش تعلموا الناس من خلال وجودكم الحين والاخ؟ نعلم طال عمرك الناس كيف يخيطوا الغزل. الغزل هذا مال جاروفه ومال الضغوه نسميه معانا. زين اي عب اي شيء بنشرخ احنا طبعا من يو خيطة. من يو من البحر من يوم البحر جايبينه. نعم انتوا عليكم نخيطه تخيطوه. نعم ونجهزه ونعطي الجماعه اللي بيروحوا داخل البحر البحر. نعم. ويقول لكم هذا ليخكم. ايوه بخير بخير توكل على الله. الله اكبر. وهذه لي يومنا هذه موجوده 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 يشتغلوا. نعم نتوارثها من اب الى جد. ما شاء الله. الله يعطيكم الصحه والعافيه. حياك الله يا ابوي. اتعلم تعلمني ها. هذا اليوم يجونك ارجنتين وبرازيل تعلمهم؟ نعلمهم ويقعدوا يسووا يسووا. الله اكبر. ايوه وجود العمانيين في مهرجان المحامل التقليديه في كتارة في دوله قطر ما مجرد مشاركه فقط لا وانما ايضا يبوا يحققوا رقم قياسي يسجل لأهل عمان. فيو أهل صحار أهل العفيفة قالوا بنصنع أكبر شاشة تقليدية في العالم. إحنا الشاشة اشتهروا فيها الباطنة شاشة صغيرة ولكن قاعدين يشتغلوا من البداية من أول زورة إلين هذه الشاشة اللي تشوفونها. أبوي كيف حالك؟ نعم عيا الله عمي. هذه كم يوم بتاخذ؟ والله تبقى 10 أيام بعد. 10 أيام؟ إيه. وبعدين بتعتبر إيش؟ شاشة أكبر؟ أكبر شاشة في العالم. أبي هذه 15 متر ونص طولها. 15 متر ونص طول في الطول. وكم نفر يشتغل عليها؟ الأرض مترين ونص. وكم نفر يشتغل عليها؟ يشتغل عليها خمسة ستة ست أشخاص. إيه الله يعطيكم الصحة والعافية. خجمك عليك الزام قابلني يا ابو حزام قابلني 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 عليك الزام قابلني يا ابو حزام قابلني. هذول الشباب بيعملون الان مسرحيه جميله يجسدون فيها حياه العمان اول السوق والمحامل وكيف كانوا يشلوا الأغراض. شوفوا هذا الشيء الجميل اللي بيجسدوه بحارة هالعمان الأوليين. تشاهدون من خلال هذا العرض الجميل كيف حياة هالعمان أول اللي يجوا من البحر وهم أهازيجهم وشيلاتهم. أسمع يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا المعبود 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 يا الله. هذا هو حارس السوق أول وهذا الميزان. الناس اللي يجون أهل البضايع يجيبوا بضاعتهم ويوزنوها من خلال هذا الميزان ويكون عملية التبادل التجاري. مثلا بدل التمر ياخذ مثلا أي سلعة أخرى. وهكذا هي الحياة الأولية. هني مناداه
يوم إسحاري خمسة عماني يوم إسحاري خمسة خمسة عشرة خمسة عشرة 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 خمستاعش يا من سمع خمستاعش يا ستار خمستاعش عشرة خمستاعش خمسة وعشرين ثلاثين كم حاله هني الحواصل الحواصل كم حاله وهذا النوع خده طلبية بشر خلاص رضاهم النوخذي رضاهم روح كازيه بندر موتو 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 وصناعة الحلوى العمانية الجميلة أنها تصنع لايف أمام الجمهور والناس صاروا خلاص عارفين الوقت اللي متين بتخلص الحلوى علشان يبدوا بتوزيعها على الزوار. جاي من بركي؟ من بركي نعم. ما شاء الله. إيش اسم المصنع؟ سيف عبد الله الحمداني. سيف بن عبد الله الحمداني لصناعة الحلوى العمانية. الله يعطيكم الصحة والعافية. كيف حالك ابوي؟ طيب الحمد لله بخير وعافيه. من هين جاي؟ والله جاي من عمان. اعرفك من عمان. هي من عمان؟ من منطقه السويق. ولايه السويق. أيوة. يلا مره الله الحبيب يلا يلا يا راع الغليل. يا راع الغليل نعم. ايش قال الشاعر؟ مالك الشاشه العود اللي مسويه حن فيها يو بعدين ايوه غيرها. ايش قال راع الغليل؟ انا بخبرك عن يوم الصرف هذه هم اعطوهم فلوس كاش جديد. وانا هذاك المحاسب اعطاني مال اول قدم. زين. ويوم حسبت ما شو يلا بعراوني. زين. قلت له يا ابوي هاي ما استوي تعطوني انا استويت غاويه. قال كيف ما بدخل على البنك متروش انت بتحيرنا. زين. قلت له مغاويه هاي في الفلوس انت وش تبغى؟ هذا بيعطيني 20 ريال من هاي الغواز اللي متغاوين انا وياهم. قال لا. قلت له خلوني اوصل مع هاي صاحب المحاسب. زين. قال يقول ابو خلفان ما خبروكم على الصرف اللي طاح؟ ما خبروكم؟ أقول ما خبروكم على الصرف اللي طاح في صورة السلطان كاكا منورة. ما خبروكم على الصرف اللي طاح في صورة السلطان كاكا منورة. والحمد لله يوم زادوا في المعاش البنك فاتح والدفاتر باقية. باقية. صرف العماني مبونا في الدول ميبور يتواصفوا به في أوروبا وكل مكان. كل مكان. وبيشيب راسك ليريت البنوك تزوف. مرسوم في الدفتر ونعرف طبعته. هو طبعا ما سوى ختم وعطانا لك وقال لي روح. تبقى قصيده غيرها؟ جزاك الله خير. ها؟ الله يحفظك. يتريوك ذاك جماعه هناك يقولوا شرد عنه. ترى شردت انا يوم خبرونا عنك قلت بس يحشمي. الله يحفظك. طبعا انا نسيت انا اخبركم عن شيء. طبعا احنا لنا حضاره عريقه وصلنا شرق وغربا حتى بحر الصين وهذه الخارطة توضح ورثناها عن أهلنا وأجدادنا توضح أن أهلنا وصلوا إلى بحر الصين وشرق أفريقيا والهند والجزيرة العربية كلها إلى أغاصي شرق أفريقيا طبعا الغارة الأفريقية. فأحنا لما هني نعرض عن تراثنا نتكلم عن أمجادنا البحرية نتكلم عن تراثنا الثقافي كل واحد بدوره. صاحب المتحف يتكلم عن التاريخ وعن الثقافة العمانية كذلك أصحاب المعارض الأخرى اللي عرضوا الأشياء التراثية سواء في البر أو في البحر. يتكلم عن البر عن حضارتنا البحرية أو الحضارة الحصون والقلاع وأمجادنا وتاريخنا. إحنا ما جايين هنا يعني كذا فاضين.